عنها بن طاهر، الهدف المبكر يريح 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 يريح. لا ولد يا ولد، دقيقة محمد شريف أمامنا، طاهر محمد طاهر عدى حلوة قوي، ومحمد شريف بروعة بلمسة رائعة الحقيقة من جانب محمد شريف عشان يسجل أول أهدافه الإفريقية في مشوار ورحلة الأهلي في هذا الموسم. خمس أهداف في الدوري. علي معلول راح علي حلو قوي ويرفع عينه ويعمل عرضيه سته، واللاعب جوني علي اللي هو رقم 3 كان سجل ابو تريكه وكان سجل مانويل البوبونكو، ثم 1-1 في القاهره في لقاء العوده، والاهلي تفوق كان بركلات الترجيح 7-6. ثم نصف نهائي الكونفدراليه 2014 هدف لوليد سليمان في جنوة، واثنين للاهلي بتاعين تلقى مره ثانيه، محاوله المرور عدنا طاهر عدنا طاهر، يا حلو 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 الكره حلوه الكره، والانطلاقه امامنا هنا من طاهر محمد طاهر، سلامات لمحمد شريف، سلامات لشريف، كره فاضيه خسر بالوداد، وقبلها كان توج باللقب العاشر امام نادي كايزر تشيفز في المباراه النهائيه اللي كان ليها شرف بساعتها اللي كانت انتهت وخسرنا امام اثيوبيا، لكن عندنا لقاءين امام ملاوي ومحاوله هنا كايبه لكنها خطيره خطيره خطيره، لكن علي معلول عملها حلوه قوي، لكن الكوعه اللي فيها الوداد وزناكو وكانوا يعني خرجوا طول. طاهر عدى حلوه قوي يا ولد، طاهر بيعدي ايه؟ بيعدي براحته من اللاعب امامنا اهو، وبكاري دايرو متواضعين جدا، حتى في تواضع في اداء الفريق القطب الكاميروني، وده ظهر بشكل واضح في لقائين امامنا اهو. رقم 3 21 سنه جوني علي، جوني علي كاس عالم طبعا الشباب اتاهل ليها أربع منتخبات، على الهلال منها اللعب دون جمهور طبعا، وعقوبة على الدكتور الطبيب الخاص بالفريق حالة المجمع. على طول الكرة ملعوبة خطيرة، الكرة تسديدة لكن بعيدة، الكرة أمامنا إيه كرة على طول محمد شريف، تمريرة حلوة قوي، حمدي فتحي عايز يعملها، عايز يعملها من فوق حارس المرمى، الحارس ألاما باتنان، يعني طبعا ألاما باتنان حارس عملاق، حارس عملاق أعتقد 2 متر، عادل بن شريف محمد هاني وتسديدة وترتد كرة حمدي فتحي من باطن العرض، حمدي فتحي وترتد الكرة كرة هدف حمدي فتحي، يا على الكرة دي حمدي فتحي أمامنا أهو اللي كان ممكن يسجل في اللقطة اللي فاتت، حمدي فتحي كرة هدف، كرة هدف كرة دي كرة هدف على فكرة. النادي الأهلي يعني قائمة الإصابات بين إبراهيم أبا رقم 12، لكن المرة دي جاب هدف جميل أوي في زامبيا وسجل ركلة ترجيح في مرمى كونغو، كرة عرضية طبعا فاز معاهم بالدوري أبطال، وأيضا راسية حصار الدفاعي